اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في بس جديد من اليوم السابع، بنرصد لكم فيه يعني تفاصيل جديده في الجريمه التي شغلت الراي العام، وهي جريمه مقتل الاعلاميه شيماء جمال. شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها الذي يعمل باحد الهيئات القضائيه. زوج شيماء جمال قتلها ويعني تخلص منها بطريقه وحشيه. الامر يمكن بدأ منذ حوالي عده ايام لما اختفت الاعلاميه شيماء جمال، وبدأت منصات التواصل الاجتماعي يعني تتحدث عن اختفاء هذه الاعلاميه التي اختفت فجأه، اسرتها حررت يعني بلاغات، وزوجها الذي يعمل في احد الهيئات القضائيه حرر بلاغ باختفاء الاعلاميه شيماء جمال، لكن يعني استمرت عمليه البحث عده ايام حتى حدثت المفاجأة التي تكشفت بالامس، وهو ان وراء اختفاء شيماء جمال هو زوجها الذي قتلها. يبدو ان هناك خلافات قد حدثت ما بين الزوجين، الامر الذي جعل الزوج يتخلص منها بهذه الطريقة الوحشية. الزوج حاول في بداية الامر انه يعني يتنصل من جريمته، وحاول يبعد الشبهة عنه من خلال بعض الاعمال عن طريق يعني ايهام الجميع بانه زوجته كانت خرجت الى احد المولات او احد المتاجر في مدينة 6 اكتوبر، وانها يعني اختفت فجأة، وان ملامح الحزن والاسى كانت مرسومة على وجه هذا الزوج. لكن يعني سبحان الله يعني لم تمر سوى ايام قليلة ويعني تكشفت الجريمة، وتبين ان رواية هذا الزوج هي رواية مغلوطة للغاية، وان الزوج هو وراء قتل زوجته بعدما استطاع ان يقتلها ويهرب من مكان الحادث. وارتكبت هذه الجريمة هنا في منطقة الجيزة، وتحديدا في منطقة الريغة او المنطقة الواقعة ما بين ابو صير والبدرشين، حيث يعني كان المتهم يعني استأجر فيلا في هذه المنطقة، ويعني كان تزوج هذه الاعلامية منذ عدة سنوات، واوهمها بانه يعني هذا المكان جديد، لكن يعني باغتها وقتلها لينهي حياتها ويهرب من مكان الحادث. المفاجأة اللي تكشفت عن طريقها الجريمة، وهي ان يعني احد الاشخاص الذين كانوا يعملون لدى هذا المتهم هو الذي ابلغ الجهات المعنية بتفاصيل الجريمة وقدم الادلة الدامغة على هذه الجريمة، وبالفعل استطاعت الجهات المعنية ان تضبط هذا الشخص الذي ساعد القاتل في ارتكاب الجريمة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وهناك تكثيف للجهود لضبط القاتل الأصلي وهو زوج الإعلامية، بعدما تم إزاحة الغموض عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام وقتا طويلا. طبعا منذ الإعلان عن مقتل هذه الإعلامية ويعني الكشف عن الجريمة بشكل كبير من قبل جهات التحقيق، يعني حالة من الحزن الكبير تسيطر على رواد التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، الذين يعني أبدوا يعني حزنهم الشديد على مقتل الإعلامية على يد زوجها، ويعني الناس بتنتظر العديد من المعلومات الخاصة بالتحقيقات حول هذه القضية فور الانتهاء منها، حتى يقف الرأي العام على هذه الجريمة التي شغلت الرأي العام وقتا طويلا. وخلال يعني يمكن الساعات القليلة القادمة ربما تتكشف بعض الأمور من خلال التحقيقات الجادة مع الشخص الذي ساعد الزوج في ارتكاب الجريمة، أو من خلال يعني ضبط المتهم الذي يعني يتم تكثيف الجهود على ضبطه خلال السويعات القليلة المقبلة. يبدو أن يعني المتهم قد اختار هذه المنطقة البعيدة بعض الشيء لارتكاب جريمته، في المنطقة الواقعة ما بين أبو صير والبدرشين فيما يطلق عليه الأهالي منطقة الريغة، لارتكاب هذه الجريمة داخل مزرعة أو داخل فيلا أو مسكن لارتكاب الجريمة، ويعني استطاع أن يواري الجثة ظنا بأنه لن يعني يعرف أحد هذه الجريمة، ولن تتكشف الجريمة، ولن يتم ضبطه،
لكن سرعان ما تم القبض، سرعان ما تم كشف الجريمة والقبض على الشخص الذي ساعده أو الشخص الذي كان موجودا وقت ارتكاب الجريمة. وربما الساعات القليلة المقبلة ستشهد ضبط المتهم الرئيسي ليقدم إلى محاكمة عاجلة. ربما البعض يعتقد أن بعض الجرائم التي تظهر ما بين الحين والآخر والتي يعني ينشغل بها الرأي العام زي جريمة نيرة فتاة المنصورة أو الجريمة اللي احنا بصددها الآن، ربما يعتقد البعض أنها هي جرائم متكررة، لكن في حقيقة الأمر هي وقائع فردية، هي وقائع فردية وهي جرائم لا تمثل رقما صحيحا من عدد السكان. يعني لو قارنا عدد هذه الجرائم بعدد السكان فنجد ان نسبتها ضئيله جدا، وهذه الجرائم طبعا كلنا بنلفظها وندينها بشكل قاطع. احنا الهدف من هذه الفيديوهات او اللايفات اللي بتكون من مسارح الجريمه بنرصد لكم فيه وقائع الجرائم حتى يتم تلاشيها وتفاديها، وحتى يعني نستفيد من الدروس والعبر المستفادة، ويعلم الجميع أنه لن يفلت أحد من العقاب. ويعني هذه الجرائم التي نحن بصدد الحديث عنها يعني نعطي بعض الدروس المستفادة منها، وهي يعني أن يسيطر الشخص على نفسه وقت الغضب، ألا يتعجل في بعض الأمور، أن الأمور لا تأخذ الأشخاص إلى جرائم قتل، وأن الأمور لا تصل إلى لغة الدم. بعض الأمور قد تبدو سهلة وبسيطة من الوهلة الأولى، يمكن أن يتم تفاديها ويمكن أن يتم حلها بشكل سريع حتى لا نجد بيننا قاتلا أو مقتولا. نتمنى يعني أن نكون يعني بنأدي دورنا التوعوي في توعية الناس بخطورة ومخاطر هذه الجرائم، هذه الجرائم التي يعني يتم سفك فيها الدماء. نتمنى إن شاء الله بإذن الله ألا يعني تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى. إذا نحن يعني الآن بنرصد لكم من المكان الواقع بين أبو صير والبدرشين، المكان الذي دارت فيه تفاصيل الجريمة بعد يمكن قصة حب أو بعد عشرة عمر طويلة استمرت بين الزوجين. كانت النهاية هنا، هنا كتبت كلمة النهاية، هنا أراد الزوج أن يكتب كلمة النهاية بقتل زوجته بهذه الطريقة الموحشة أو بهذه الطريقة القاسية ليتم إسدال الستار على الأمر بعد ضبط المتهم. نتابع بالتأكيد مع حضراتكم التحقيقات المكثفة مع المتهم الذي تم ضبطه أو الزوج بعد ضبطه إن شاء الله، ونتابع مع حضراتكم في لايفات جديدة، فانتظرونا.